عمران قبل كل شيء، عمران النفس، عمران الروح بالإيمان بالله، العمران الداخلي الروحي يعطينا الأمل حتى نعمر أرض الله. كانت الرياض عبارة عن مدينة محاطة بسوق، لا أذكر بيت واحد بسمته مسلم، لا أذكر في الرياض شارع مسلم إطلاقا. هناك تخطيط عمراني يخدم بلادنا ويوصل أصالتها. في ظل الاهتمام الذي يحظى به قطاع المرور والسلامة المرورية في المملكة، والذي كان نصب أعين قادتها منذ تأسيسها، حتى أصبح القطاع المروري مضرباً للمثل في التعاملات المرورية والحركة الانسيابية في وقتنا الحاضر، فقد كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حينما كان أميراً للرياض عام 1389 للهجرة يولج لاهتمامه للقطاع المروري أسوة بالقطاعات الأخرى. ها هو صاحب السمو الملكي الأمين سلمان، فضل ويصل إلى مكان الاحتفال ليأخذ مكانه بين صفوف الحاضرين بعد انتهائه من الجولة الاستطلاعية داخل إدارة هذا المعهد وداخل مضاجع وعنابر الجنود. صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير الرياض المعظم، حضرات المدعوين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في مثل هذه المناسبة السعيدة من كل عام يحتفل معهد المرور بتخريج مجموعة جديدة من رجال الأمن المروري الذين يعملون على تسهيل حركة السير التي لها دور فعال في إبراز الصورة الواضحة للمستوى التنظيمي الذي حققته البلاد. وإن رسالة رجال المرور يا صاحب السمو أصبحت اليوم من الأهمية بمكان، بحيث توليها المجتمعات الحضارية بالغ العناية والأهمية. وبتشريفكم معهدنا هذا يسعدني على لسان كل فرد منه أن أرحب بكم أجمل ترحيب، وأن أتقدم لكم بالشكر على حضور هذه المناسبة. Thank you.
التحتية في الرياض رائعة جدا بسبب ما قام فيه الملك سلمان ما يزيد عن 55 سنة بإدارة مدينة الرياض.